لا كابتن محمد، النهارده نبدا بالنادي الاهلي. فوز مهم جدا في مستهل مشوار مارسيل كولر، مستهل مشوار النادي الاهلي في الموسم الجديد. فوز كبير او فوز مهم على فريق كبير مش فريق صغير، اتحاد المنستيري، وفي تونس وفي الدقيقه 93. كل التفاصيل بتقول انه الاهلي النهارده خرج كسبان باكثر من اتجاه، معنويا وفنيا. دي حقيقه، مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي كسب حاجات كثيره النهارده يا كريم. كسب عوده لعيبه، نزل الصفقات الجديده، عوده التنظيم، وده هنتكلم عليه. الفرقه منظمه جدا الحمد لله. البلاس 90 رجعت تاني. أيوة. كنا مفتقدينها بقالنا كتير. ويمكن كنت بتكلم مع حسن، الجون لما جه فرحه الدكه وفرحه دي عوده روح النادي الاهلي. 80% من مكاسبه الروح دي مهمه قوي. دي كانت غايبه طبعا، كانت غايبه كتير صح، كانت غايبه الفتره اللي فاتت. في الدروب اللي حصل النادي الاهلي كان الروح هي اللي احنا بنتميز يعني بيه. لما كنت بشوف الاهلي متعادل او خسران في الموسم اللي فات ما بشوفش النحره بتاعت الاهلي اللي هي لا انا هتعادل وهكسب. بالظبط، ما كانتش موجوده. لا، اللي هو خلاص مش هقول استسلام بس تمام يعني. وكنا بالنادي بيها. لازم عوده الروح. الروح يا جماعه مهمه قوي. الروح دي مكسب بالذات للنادي الاهلي، لان هو معروف روح الفانله الحمراء.